سلام زينات، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. نتمنى لا فيديو تاع اليوم تنال اعجابكم، اللي هي حاجه خفيفه، تحليه خفيفه، اللي هي فلان بالنسكافيه ولا بشوكولا اون بودر كيما حبيتي. بونو نجوز نوريكم المقادير ونبداو على بركه الله. بلا ما نطول عليكم نبداو ان شاء الله. بونو بالنسبه للمقادير، عندك هنايا كاس تاع كريمه طريه ولا ناتا بارامونتار، عندك هنايا كاس حليب، عندك هنايا واحد باكي تاع فلان تاع فانيليا، عندك هنايا السكر على حساب المذاق، وعندك هنايا قهوه سريعه الذوبان ولا نسكافيه. نديرو مغرف في الحليب تاعنا باش نبدلو الكو تاعنا. فوالا نبداو ان شاء الله. دونك على نار هاديه ناخذ كاسرونه، نحط فيها هذيك ناتا بارامونتار ليكيدا ولا كريمه طريه. ناخذ هذاك الكاس تاع الحليب ندوب فيه مغرفه تاع نسكافيه، نحطها حتى هي لداخل. ناخذ معكم هنايا السكر على حساب المذاق، انا ندير معكم هنايا حوالي زوج مغارف كبار، نكتفي بهم يعني. ناخذ هذاك الباكيت تاع الفلان نحطو حتى هو لداخل، يعني تحلية خفيفة متاخدش وقت. نحكم الزيت تاعي ونخلطها، نقعد نحرك فيها حتى اللي تغلي. إذا الفلان بعد ما تغلى معاكم هنايا راهو واجد، علينا غير نديروه صحن تقديم. مولا انا اخترت ندير هذايا تاع سيليكون، ساهل ويبرد بالخف. بعد نحطوه يبرد حتى اللي يجمد ويحكم روحو. فوالا دان كيما راكم تشوفوا الزينات، الفلان تاعنا راهو واجد معاكم، يعني كنت حطيته في الثلاجه برد وبعدها راهو واجد معاكم. كيفيه خفيفه، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى هذا الحد نقول لكم بسلام عليكم، الى وصفه جديده بحول الله. سلام البنات.